الجانب الآخر، بعض الآباء والأمهات قد يستعجلون سماحة الشيخ في حالة غضب ويدعون على أولادهم أو يلعنونهم ثم يندمون على ذلك، هل من توجيه للآباء والأمهات؟ نعم، لا يجوز للآباء اللعن ولا الأمهات ولا غيرهم، اللعن لا يجوز، هذا منكر، الرسول حذر من هذا وأمر العباد يحذروا ذلك. فالإنسان إذا لعن أخاه بغير حق أو دعا عليه إذا كان لا يستحق رجعت لعنته عليه. في الحديث الصحيح قال إلى أخي يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وهكذا من سبه أو دعا عليه وليس كذلك ترجع دعوته ولعنته إليه. فالواجب الحذر، ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، جعل اللعن كالقتل. فالواجب الحذر من السب والشتم للوالدين وغيرهما، وعلى الوالدين أن يحذر ذلك، أن يحذر سب أولادهم ولعن أولادهم، بل يدعو لهم بالهداية، اللهم اهد فلان، اللهم اهد ذريتي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اهد فلان، اللهم اهد فلانة. أما السب لا، لا يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة.